ماما شو رح تعملي؟ رح أجيب جبنة الحلوم وأقطعها لمكعبات بعدين أقليها بالطاولة تتحمر وأحط عليها عسل بعدين رح أحطها بالصحن مع بطيخ مقطع وبلو بيري وكرز مع عصرة ليمون ورشة قرفة سلطة فواكه بطريقة جديدة وكتير طيبة والنكهات مع بعض أطيب شي شو رأيك يا منى؟ أممم كتير طيبة